افتتاح كنيسة جديدة في شيكاغو هي فرصة لكي يفرح الجميع بها وخاصة جماعة الكلدان الموجودين في شيكاغو. وافتتاح كل كنيسة هو لمجد الرب ولخلاص النفوس ولتقوية أواصر المحبة والصداقة بين العوائل التي تعيش في هذه المنطقة. إننا مسرورون جدا بهذه المناسبة ونطلب من الرب أن يبارك كل الذين ساهموا في شراء هذه الكنيسة وأن يكملوا في مساعدتها وأن يكملوا واجباتهم الدينية كل يوم أحد وبقية الأيام. وشكرا لكل الذين أتوا لكي يصوروا هذه المناسبة. شكرا. ولما جاء يسوع إلى ناحية قيصرية فيلبس أخذ يسأل تلاميذه قائلا: من تقول الناس إني أنا ابن البشر؟ فقالوا: قوم يقولون يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون أرميا، أو واحد من الأنبياء. قال لهم يسوع: وأنتم من تقولون إني هو؟ أجاب شمعون الصفا وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. أجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا شمعون بريونة، فإنه ليس لحم ولا دم كشف لك هذا، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أيضا أقول لك إنك أنت الصخرة، وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربط في الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحل في الأرض يكون محلولا في السماوات. أخي في وخطواتي عزيزي مطروخ هذه الوحدة على هذا بدل نتاثوخ كل أخن ديوتنا حضير إديو بديو مبريخة يوم دبثت الآيت المطمريم مقدم خالي أدرازا بدل كل نتاثة أجب ليل أخن تعوي الخير المذبحة مريم بدل كل نتاثة بدل كل نتاثة بيثن بالبواثن أخي نواثي وخطوات عزيزي مصالو خبابا للمشمية وخشنا من لف مريم وشوحة بابا من دي المشمية أعيش مخشش مخ أحيا من كثرخ أعيش مونخ وفي المشمية هذا أمام أن لف ما سلطان اليومان شوق على المطاعم ديها لكما نشتغل من أهل الليلة من أهل الترابة إلى مخاصص أنبيشة شوحة بابو برونو وروح القدس.